مصنف کا نام مصنف کا نام حسن حسن بن عمار بن عمار بن علی بن علی المصري المصري الشرمبلالي الشرمبلالي الحنفي الحنفي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة كتاب الطهارة اس کی تین ترتیبیں آپ کر سکتے ہیں جو عنوانات ہوتے ہیں ان کا مبتدا اکثر معذوف ہوتا ہے هذا كتاب الطهارة هذا كتاب الطهارة كتاب الطهارة هذا كتاب الطهارة هذا خص كتاب الطهارة خص كتاب الطهارة المياه التي المياه التي يجوز التطهير بها يجوز التطهير بها سبعة مياه سبعة مياه ماء السماء ماء السماء وماء البحر وماء البحر وماء النهر وماء النهر وماء البئر وماء البئر وما غاب من الثلج والبرد وما غاب من الثلج والبرد وماء العين وماء العين ثم المياه على خمسة أقسام ثم المياه على خمسة أقسام طاهر طاهر مطهر مطهر غير مكروه غير مكروه وهو الماء المطلق وهو الماء المطلق وطاهر وطاهر مطهر مطهر مكروه مكروه وهو ما شرب وهو ما شرب منه الهرة منه الهرة ونهبها ونهبها وكان قليلا وكان قليلا وطاهر وطاهر غير غير مطاهر مطاهر وهو وهو ما استعمل ما استعمل لرفع حدث لرفع حدث أو لقربة أو لقربة كالوضوء كالوضوء على الوضوء على الوضوء بنيته بنيته ويسير الماء مستعملا ويسير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد بمجرد انفصاله عن الجسد ولا يجوز ولا يجوز بماء بماء شجر وثمر شجر وثمر ولو خرج بنفسه ولو خرج بنفسه من غير عصر من غير عصر بالأزهر بالأزهر ولا بماء ولا بماء زال زال تبعه تبعه بالطبخ بالطبخ أو أو بغلبة بغلبة غيره غيره عليه عليه والغلبة والغلبة في في مخالطة الجامدات مخالطة الجامدات بإخراج الماء بإخراج الماء عن دقته عن دقته وسيلانه وسيلانه ولا يضر ولا يضر تغير تغير أوصافه أوصافه كلها كلها بجامد بجامد كزعفران كزعفران وفاكهة وفاكهة وورق شجر وورق شجر والغلبة والغلبة في المائيات في المائيات بظهور وصف واحد بظهور وصف واحد من ماء له من ماء له وصفان وصفان فقط فقط كاللبني كاللبني له اللون له اللون والطعم والطعم ولا رائحة له ولا رائحة له وبظهور وصفين وبظهور وصفين من ماء من ماء له ثلاثة له ثلاثة كالخل والخل والغلبة والغلبة في الماء الذي في الماء الذي لا وصف له لا وصف له كالماء المستعمل كالماء المستعمل وما
منقطع الرائحتي وماء الأرض منقطع الرائحتي تكون بالوزن بالوزن فإن اختلط رتلان من الماء المستعمل برتل من المطلق ولا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه أو جاريا وظهر فيه أثرها والأثر طعم أو لون أو ريح والخامس ماء مشكوك في طهريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل